متتبعي قناه فاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي غادي نناقشوا فيه الخطه تاع الحكومه اللي تتعلق باستيراد العجول المعده للذبح من اجل تخفيف الازمه تاع ارتفاع اسعار اللحوم التي تفشل مجموعه من الاسواق على المستوى الوطني منذ شهور. من اجل مناقشه القضيه نستضيف السي محمد الجبلي، رئيس الفيدراليه المغربيه للفاعلين في قطاع المواشي. السي محمد مرحبا بك. بارك الله فيك. الحكومة التي لجأت إلى استيراد العجول من الخارج مجموعة من الدول، بالنسبة لك واش هذه الخطوة هذه غتخفف الأزمة ديال ارتفاع أسعار اللحوم على المستوى الوطني؟ بالفعل الإجراء اللي قامت به الحكومة فعلا خفف من الثمن اللي كان مرتقب باش يرتفع في رمضان. كان من المرتقب باش يطلع لواحد الأثمنة اللي كانت غتكون خيالية وصعيبة باش صعيبة على المواطن المغربي، وارتأت الحكومة باش تحيد الضريبة على القيمة المضافة، كذلك على الجمارك، وعطتنا جميع الأوزان باش ندخلوا جميع الأوزان، وخاصة الأوزان المعدة للذبح. يعني كانت في الأول كانت كتدخل غير العجولة اللي كيمشيو للتسمين، الآن دابا العجولة اللي كيمشيو للمجازر مباشرة، يعني من بعد يومين ثلاث أيام تقدر هذوك العجولة تسيطر مباشرة للمجازر. فعلا دخلت فتحت الحدود باش تدخل العجول ودخلت الحمد لله. اش من البلدان اللي تقريبا اللي دخلت دابا حاليا؟ دخلت الاغلبيه دخلت من اسبانيا، وواحد الفئه قليله دخلت من البرازيل. وشو حليت هضروا على الهند؟ من الهند كذا؟ لا معنا لا هند لا عندنا اسبانيا. يعني تقريبا واحد كنظن بانها غتكون واحد 14000 ولا 15000 دخلت من اسبانيا، وواحد 2800 دخلت من البرازيل. وهذا العدد كافي باش يحقق لنا التوازن ويخفض الاسعار؟ بالنسبه لنا حنا كمهنيين حاليا كاين وفرة ديال العرض، يعني العرض كاين دابا حاليا اكثر من الطلب. حاليا ولكن باقي الثمن شويه طالع. تنهضروا على 90 درهم. الثمن راه حنا كنا كان عندنا التخوف باش ما يطلعش، ولكن اللي بقى لنا الثمن في هاد الحدود راه يعني راه الثمن راه هو، لان السلعه كما قلت شحال من خطره السلعه غاليه على برا. اسبانيا اللي هي المصدر تقريبا الرئيسي حاليا للمغرب عندها اقبال كبير من جميع الدول العربيه والاسلاميه، عندهم رمضان وكلهم عندهم خصاص في اللحوم. يعني كاين واحد الاقبال كبير وعندها الاثمنه ارتفعت، ماشي غير اسبانيا، اوروبا كلها ولا حتى امريكا ولا جميع الدول. انا درت واحد البحث ديالي لقيت بان اللحوم الحمراء ارتفعت في جميع الدول. علاش ارتفعت هذه الاسعار تاع اللحوم؟ ماشي واش عندو كما تيقول الحكومه اللي عنده علاقه بالحرب الروسيه الاوكرانيه عنده؟ لا الا جينا نشوفوا راه ماشي اللحم بوحدو اللي ارتفع، راه جميع المواد. راه خصنا شنو السبب الرئيسي اللي خلى جميع المواد كترتفع بما فيهم اللحم؟ واحد اسمح لي قاطعتك، واحد الحوار معك في انفاس بريس قلت لي بان اسعار اللحوم ما تغيرش منذ سنوات طويله. فعلا. ولكن علاش هذه السلاسه هي مشات في هذه الموجه تاع ارتفاع الاسعار؟ مشات لان كاين ارتفاع ديال الالاف، راه ما ننساش كاين ارتفاع ديال الالاف، واحد ارتفاع ديال الالاف مهول، راه النص بالنص. يعني العلف كان مثلا ب 3 دراهم الان ب 5 دراهم ونص، يعني راه كاين ارتفاع ديال الالاف وكاين ارتفاع في الاثمنه ديال المواشي القابله للتسمين، حتى هي ارتفعوا الاثمان فيها. يعني ملي كنجيو نديروا نجمعوا هذه الاثمنه ديال المواشي اللي هي معده للتسمين مع الاثمنه ديال الالاف، راه كنلقاو بان اللوكو ديال اللحم راه كيطلع ما كيبقاش في هذاك الثمن اللي كان من قبل. ومن غير هذه المسائل اللي قلت لي، واش بالنسبه للكسابه واش بقاو تيديروا من الانتاج ديالهم اللي كان؟ هذا هو المشكل. الكسابه يعني كان تخوف كبير، يعني كانوا الكسابه كان اقبال على 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 التسمين. حاليا دابا كاين واحد العزوف كبير من طرف الكسابه على التسمين، ولهذا انا عندي واحد الطلب خاص لوزاره الفلاحه، لان دابا الكسابه لاحظنا حاليا بانهم بغاو ينتعشوا مجددا، ولكن كاين عندنا واحد الكلوز دارتو لنا الوزاره ديال اي عجل دخل يمشي للذبح وخص تجيب واحد شهاده الذبح. انا كنطلب حاليا من المنبر ديالكم باش هاد شهاده الذبح تحيد، باش نحييو نعطي واحد الانتعاشه للكساب. خص العجل يدخل لا ديال الكسيبه ولا ديال المجازر اللي يمشي للمجازر، باش هذاك الكساب حاليا انا كيبان لي عنده اقبال دابا حاليا كيبحث على العجوله، ولكن ما لقاهمش، باغي ينتعش وباغي يعاود يحيي المهنه ديالو. ولكن هاد العجوله ديال الكسيبه حاليا راه ما كاينينش قلال، ديال البلاد قليله، والسلعه اللي كانت كتدخل من برا ديال الكسيبه حتى هي دابا حبسوا، لان الاغلبيه ديال المستوردين ولاو تفرض عليهم، ماشي تفرض عليهم، وانما بمجرد التعفى اللي تعفى هو العجوله اللي كيمشيو للمجازر بلاو كيجيبوا العجوله اللي كيمشيو للباطوار ديريكت مباشره. اذا هنايا انا كنطلب من هذا المنبر الخاص ديالكم
باش السيد الوزير وزير الفلاحه باش ياخذ بعين الاعتبار هذه شهاده الذبح التحيد باش نخليو الكساب عاوتاني ترجع فيه واحد شويه ديال الروح ويعاود عاوتاني يقلب يشري. راه دابا كيقلب ولكن ما قدرناش نبيعوا ليه حنا، حنا ملتزمين باش نذبحوا، ولهذا حنا راه كنجيبوا السلعه اللي كتمشي للمجازر مباشره. عطيونا خليونا نجيبوا البهيم اللي يمشيو لهذ الكساب عاوتاني باش يحيا، وباش نحاولوا نوجدوا عاوتاني اللحوم شهر 6 وشهر 7 وشهر 8 اللي غادي يكون اقبال كبير على اللحوم الحمراء نظرا للقيمه اللي رجعت عند البلاد ديالنا الحمد لله، يعني اللي غيكون واحد الطلب ديال 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 السياحه اللي غيكون كبير ان شاء الله شهر 6. هذا الموسم تاع الصيف تيكون اعراس، يكون اعراس مناسبات. حنا بغينا من دابا، راه حنا في شهر 3 راه باقي 3 شهور ولا 4 شهور اللي باقي للصيف، راه بغينا من دابا نوجدوا السلعه اللي غتوجد لينا للصيف. راه انا كنطلب هضرت على الانتاج الوطني قليل، بغينا نعرفوا علاش هذا الانتاج الوطني قليل في هذا الظرف، والان ما عدوا من المخطط الانتاج كما قلت لك المره الفائته، راه كانوا مشاكل كثيره، راه كانت كورونا وكان المقاطعه، هادو من الاسباب اللي تسببوا في القله ديال سميتو ديال الانتاج. كانت المقاطعه اللي اغلبيه ديال الكسابه اللي كيعطيونا العجول اللي هما اللي الحليب كلهم حيدوا الكسيبه لانهم اثروا بزاف اثروا. كانت الجائحه اللي تباع فيها اللحم، راه كلا فيها المواطن المغربي اللحم 50 درهم حتى هي. كاين الغلاء ديال الاعلاف حتى هي، راه من الحوايج اللي اثرت بزاف، لانه الكساب راه الا شرى العجل دابا وبهذا الثمن ديال العلف اللي كاين دابا راه ما غاديش يربح فيه. هو خيبيع اللحم 75 درهم راه ما غاديش يربح. حنا دابا تنعيشوا اجواء تاع رمضان، ومن بعد رمضان مباشره غيبدا التفكير في عيد الاضحى. البعض تيقول انه واش تكون هاد الشعيره ولا ما تكونش هاد الشعيره. هي راه شعيره دينيه وشعيره راه اللي مكلف بها راه هو امير المؤمنين، راه هو اللي عنده الحق يقول كاينه ولا ما كايناش. حتى واحد ما عنده الحق يقول كاينه ولا ما كايناش، ولكن انا كيبان لي بان راه الحمد لله راه كل منتوج غيكون كاين الانتاج. راه حتى الغنمي راه دخلات، راه دخلت شي 5000 راس، يعني باش نخففوا شويه على الغنم ديال المغرب ديال البلد ديالنا، باش هاد الغنم كلها اللي دخلت كتمشي للمجازر حتى هي، باش نحاولوا نقصوا من شويه من الذبيحه من الغنم ديالنا الوطنيه من الذبيحه. والعيد انا كيبان لي بان راه كما قلت شحال من خطره، راه الغنم اللي الكساب اللي كيدير الغنم ديال العيد راه ماشي هو الكساب اللي كيدير الغنم ديال الذبيحه، راه هذا بوحدو هذا بوحدو الغنم تاع العيد هذاك تخصص كاينه عند الناس راه موجدينها، راه ما نقدروش نقولوا غنحيدوا العيد وما نقدروش نقولوا بان راه غيكون واحد التاثير كبير على 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 الكسابه، وما ديجا راه مكرفسين الاعلاف الغاليه وداك الشيء وموجدين موجدين الغنم. كنظن بانه راه غادي يكون الخير ان شاء الله وكاين الوفره. نرجعوا للاستيراد ودي اخر نقطه، علاش دائما يتم التركيز على اسبانيا؟ علاش المغرب ما يبحثش على اسواق اخرى؟ اسواق اولا قرب المسافه، يعني الترونسبور كيكون شويه ناقص. ثاني حاجه يعني الاثمنه في اسبانيا كنلقاوها هي اقل اثمنه حاليا اللي كاينه في اوروبا. فرنسا اللي كنا كنجيبوا منها عندها اثمنه اللي خياليه حتى هما يعانون من ارتفاع اسعار اللحوم. الفرنسيين يعانون، راه حتى هما عندهم واحد الارتفاع صاروخ في لا في العجوله ولا في اللحوم. اسبانيا هي الدوله القريبه لينا، كنربحوا شويه في هذاك الترونسبور ناقص، لان الا مشينا لفرنسا كنلقى واحد 4000 اورو تقريبا اللي زايده في الترونسبور. وقد ما باعتي عاوتاني قد ما بعدنا على شي دوله اخرى. وكان البرازيل مثلا، البرازيل كيجي الباطو، يعني خاص الكميه، يعني خاص يكون واحد اللي عنده راس مال كبير باش يجيب هذيك الكميه، لان ما يمكنش واحد مثلا كيجيب 300 راس ولا 400 راس من اسبانيا غيمشي يجيب من البرازيل. سي جبلي شكرا جزيلا على التوضيحات وعلى قبول الدعوه، وتتبعي قناه الفاسبريس. الى اللقاء فرصه قادمه ان شاء الله.